يا ضحى، دي بتجيلك من امتى تقريبا؟ مش من زمان قوي، بس بتجيلي فجأة. امبارح ضغط واغمى عليا ومبقتش حاسة بنفسي خالص. طيب بصي يا مدام ميرفت، انا عاوزاكي تعيدي التحاليل بالأشعة دي تاني، وعاوزاكي تعملي صورة رنين مغناطيسي. ليه؟ مالها الأشعة والتحاليل دي؟ ابدا ولا حاجة، بس انا عاوزة اتأكد. ده انا عاملاها عند احسن معمل تحاليل في مصر. مش غلط، نعملها تاني في معمل تحاليل تاني، وانا دلوقتي هكتب لك صورة الرنين المغناطيسي. معلش بقى، انا مش هقدر اشخص الحالة صح من غير التحليل الدقيق. هو حضرتك مخبية عليا حاجة؟ اكيد لا، صدقيني مفيش حاجة. اوكي، ميرسي قوي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا حسام، والله اتخضيت عليك قوي. جرح بسيط بس انت بقى لفنان وقلبك رهيب. يا عم منظر الدم كان يخض جدا، اتوقعت ان الجرح غويط قوي. عشان تبقى شاهد على جنان النسوان. بقول لك ايه، انا من اول ما ياسمين كلمتني الصبح وانا حسيت من صوتها ان في حاجه. هي كلمتك الصبح؟ ها؟ طبعا يعني انا جيت لوحدي كده كلمتني. قالت لي انها عاوزه تتناقش معايا في شويه تفاصيل على الورق يعني. تتناقش في الورق. طب اقول لك ايه بقى، احسن اخويا ياسمين بلاش دعوه الورق. اي مناقشات بعد كده في الورق عايز تتكلم فيها تتكلم معايا انا، ينفع؟ ايوه جو، بس انا ما اقدرش اقول لها. حسام من فضلك لو سمحت، انا عايز كده. وبعدين انا بتركيبتي اصلا ما بحبش النسوان يتدخلوا في الشغل، وخصوصا بعد الجنان اللي انت شفته ده. عشان خاطري بص يا حسام، انا بحترم فنك، بس ده اسمه في الاول والاخر ايه؟ بيزنس. صح صح صح. انسى بقى ياسمين وانسى البيت، وخلي كل مقابلاتنا بعد كده في المكتب. ديل؟ ديل ان شاء الله. تعجبنا يا صاحبي، بس شفت بقى اخوك طلع عنده دم ازاي؟ ما انا استغربت والله. حلو. لمين الفنجان التاني؟ لقلك، لأني عارفة إنك رح تجي لتبرر عملتك امبارح. خمسين بالمية من الكلام اللي قلتيه صحيح. كيف يعني؟ يعني إنك كنت عارفة إني جاي لهون، هيدا الشيء صحيح. أما إني جاي تبرر حالي، هيدا الشيء مش صحيح. وليه جيت لكان؟ لأنه قهوتكم طيبة. بشرفك، شو صار معك امبارح؟ ما كنا حلوين بالسهرة بتطير العقل. السهرة بتطير العقل إذا بدك. أوكي، شو صار معك لكان؟ إذا قلت لك إني ما بعرف تصدقيني؟ منك مضطر تكذب علي. يعني صدقتي؟ ليه فليت فجأة؟ حسيت إنه المطرح صار غريب علي، حسيت حالي مخنوق. قلت لك أنا مش تبع سهر ورقص. مع إنه كنت سهران وعم ترقص، إنه بس عم ترقص. طب إذا سألتك سؤال بتجاوبني بصراحة؟ مش أنت قلتي لي إني مش مضطر أكذب عليك؟ مين ذكرت امبارح؟